طيب حضرتك بعد الكلام يعني الجميل اللي انت قلته ده كله، انا بحب النبي والشباب بيحبوا النبي وحضرتك بتحب النبي، تمام. بس احنا مقصرين في حقه كتير، ممكن تكلمنا عن النبي؟ طيب بص محمد، انت جيت الصراحة على اغلى حد عندنا كلنا، اغلى حد على الاطلاق في حياتنا من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وانا مش هتكلم عن صفات النبي كتير، بس انا هتكلم وهوجه رسالتي للاوفياء فقط، للاوفياء، مش مجرد الحب العادي، لا، الوفي اللي لما تقول له حد عمل لك حاجه الفلانيه فعيب انك ترد الجميل بتاعه بالصوره اللي انت بتعملها. فايه الحاجات اللي النبي عملها؟ ايه الحاجات؟ بص يا سيدي، برضو مش هقدر اقول كل حاجه، بس اقول لك حاجات البسيطة. بسيطه يعني. طيب. لك ان تتخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يفضل ليله كامله، ليله كامله واقف بيتذلل لربنا سبحانه وتعالى، بيفضل يردد في آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي فضل يدعي ليلة بيتذلل لربنا ويبكي، لدرجة إن جبريل مخصوص ينزل للنبي ويقول له: مالك يا محمد؟ في إيه؟ أنت بتبكي البكاء الشديد ده ليه؟ تخيل النبي كان بيبكي ليه؟ كان في مشكلة عنده؟ كان في حاجة مزعلاه مثلا؟ إحدى نساء مثلا أمهات المؤمنين مزعلاه فهو بيبكي أو كده؟ خسر صفقة معينة؟ لا، ده النبي بيقول لسيدنا جبريل: أمتي أمتي، أنا خايف على الشباب، أنا خايف على أولاد اللي جايين بعد كده، خايف عليهم ينجرفوا، خايف عليهم من الفتن، خايف عليهم يجي يوم القيامة ما يبقوش معايا، يتخطفوا من قدامي من على الحوض، أمتي أمتي. فيصعد جبريل إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب إن محمدا يخاف على أمتي. النبي خايف على الأمة، فربنا سبحانه وتعالى عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا جبريل أخبر محمدا أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. الجميل ده يساوي قد إيه؟ ده مش في الدنيا وبس. الموقف العجيب يا محمد حقيقي، أنا يعني أنا بعجز عن وصفها، وببقى يعني من الحاجات اللي ببقى كده لو اشوف النبي افضل لو اطول ابوس حذائه عشان الموقف ده، مش الموقف يعني، عشان حياته كلها وعشان هو النبي، وخاصه الموقف العجيب ده. الناس كلها يوم القيامه في ارض المحشر، الكل بيمتنع ان يتشفع عند الله سبحانه وتعالى. ادم ابو الانبياء يرضاش: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. إبراهيم خليل الرحمن يمتنع، نفسي نفسي. عيسى يمتنع، موسى كليم الرحمن سبحانه وتعالى يمتنع، الكل يرفض، الكل بيقول كلمة واحدة: نفسي نفسي. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، لحد ما يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. النبي أول ما يطرح له يقول: أمتي أمتي. النبي يقبل على ربه سبحانه وتعالى، والنبي برضه عارف قيمته عند ربنا سبحانه وتعالى، كان عارفها في الدنيا وعرفها في الآخرة. في الدنيا لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الكون وأمر الناس إن هم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكة يصلون على النبي، ثم أمر أهل الأرض أن يصلوا عليه: يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجي الموقف بقى في الآخرة بعد كل امتناع كل الأنبياء والمرسلين، فيقبل لأنه عارف قيمته عند ربنا سبحانه وتعالى. بس طبعا الموقف مهيب وصعب، وغضب ربنا غضب شديد يخلي يعني النبي محروق مكسوف، فمطأطئ رأسه، موطي رأسه كده وهو مقبل على ربه سبحانه وتعالى. تخيل ربنا يقول له ايه؟ ايه؟ ارفع راسك، ارفع راسك يا محمد، مش انت اللي توطي راسك كده، لا، ده انت ما انتش جاي لاي حد، انت جاي عند حبيبك. ارفع راسك وسل تعط واشفع تشفع، وفي بعض الروايات وقل تسمع. الايه اللي تقول الامر اللي تؤمره والكلمه اللي هتقولها هتتسمع. مين اللي بيقول؟ ربنا الملك. اللي وفي ايه؟ ده في موطن غضب، مش موطن مثلا فرح، ده في موطن غضب، غضب الملك.
اللي كل الانبياء ولهم عند ربنا كتير. انا بقول لك خليل الرحمن وابو الانبياء ونوح عليه الصلاه والسلام اللي فضل 950 سنه صابر على اذاء قومه وكله ده يمتنع الا النبي صلى الله عليه وسلم عارف قيمته عند ربه سبحانه وتعالى. ربنا يقول له قل تسمع. كم واحد من شبابنا بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتقال له يقول قل تسمع وما يسمعش؟ قليل جدا. قل تسمع مفيش يعني حتى في المظهر حتى في الكلام حتى بقى النبي في حته واحنا في حته تانية خالص. طب انت شايف يا مولانا نعمل ايه علشان يعني نثبت ان احنا بنحب النبي بجد؟ سؤال جميل جزاك الله خيرا. اولا لازم نقتدي به ظاهرا وباطنا. شوف النبي كان بيتعامل ازاي؟ النبي كان طيب ازاي؟ نبقى زيه. كان بيتعامل مع المشركين ازاي؟ نبقى زيه. تعامل مع جيرانه ازاي؟ نبقى زيه. كان بيتعامل مع ربنا ازاي؟ ونحاول نقلده. كان بيتعامل مع اخوانه ازاي؟ ونبقى زيه. نتعامل مع اخواننا كده. النبي كان قرآن يمشي على الارض. اثنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تكثر من الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. ودايما دايما يا محمد احنا محتاجين نفهم دي كويس. دايما الانسان اللي بيحب واحد على ذكره على لسانه على طول يذكر. يعني مثلا انت بتبقى حابب مثلا والدتك بتستغل اي فرصه والدتي 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 صح صح فعلا. انا عايزين بقى احنا ما عندناش اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربنا وسلم. سبحانه وتعالى فدايما تبقى بتصلي عليه. ولذلك ربنا جعل هنا جزاء كبير جدا. تصلي على النبي مره ربنا يصلي عليك 10 مرات صلى الله عليه وسلم. يبقى انت محتاج انت عايز ايه تاني؟ ثالث حاجه ودي مهمة جدا انك تبقى نفسك من قلبك وتدعي ربنا انك تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان في واحد مع النبي خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. النبي كان شايفه حريص قوي على خدمته فالنبي حب يدي له حاجة جميلة يعني فقال سني يا ربيعة انا عايزك قول اي حاجة امر امر عشان انفذ لك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لأنه وفي فعايز يعطي حاجة للشاب ده وشاب خد بالك فقير ومن أهل الصفة يعني أي واحد مثلا شاب دلوقتي تقول له نفسك في إيه يقول لك أنا نفسي في بيت أنا نفسي أتجوز أنا نفسي في عمارة أنا نفسي في كذا. تخيل إيه حلم ربيعة؟ إيه هو حلمه؟ يقول له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة يا الله أنا عايز أبقى معك مش عايز أسيبك. النبي كرر عليه السلام ممكن تكون انت مش واخد بالك ماشي جميله انا هتبقى معايا بس اطلب بقى حاجه لنفسك او غير ذاك يا ربيعه في حاجه تانية؟ يقوم ساكت كده يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه انا عايز ابقى معاك. هو ده الحب. يبقى احنا قلنا اول حاجه ان احنا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم. اتنين نصلي على النبي كتير. ثلاثه ان احنا ندعي ان احنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأخيرة إنك تعرف الناس سنة النبي. إنك توصل لأصحابك النبي هو مين وكان بيتعامل إزاي وكان بياكل إزاي ويشرب إزاي. وما تتحركش إنك تقلد النبي. ما تتحركش إنك تتكلم زي النبي. لا ده أنا أستعلي برسول الله في كل مكان. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. ده شرف ليا وليك ان احنا نتكلم عنه نحبه نقرب منه ونسال ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون مع النبي. لازم آمين. نبقى مع النبي ولا ايه؟ ان شاء الله ربنا يجمعنا امين يا رب. جزاك الله خيرا يا مولانا. جزاك الله خيرا.